يا أهلا وسهلا، أهلا وسهلا ومرحبا. كيف حالك؟ والله أنا خدير يفتح خدير على أخيك بالمناسبة. دور خدير لو قلت ربي يفتح عندي موضوع معك حساس. خدير خاوتي يقولوا الخدير يفتح عندي موضوع سرا. عندك موضوع حساس معي أنا؟ مع خدير اليوم بدنا نتكلم عن المرأة بصفة عامة. خوتي بارتاجو نتشو خوتي، هي كويسات ولا لا؟ ما فهمت، لم أفهم عليك، ماذا تقصد؟ اليوم نتكلم على المرأة بصفة عامة. ما بها المرأة بصفة عامة؟ انت تدافع عن المرأة؟ لا، تحب أدافع عن الرجل؟ لا، ليش تحب دافع على هيك؟ نفسك، دافع على نفسك، ما تحكمي على كل النساء، دافع على نفسك فقط. يا عمري، شو بتحب أساوي بساوي؟ شو بدك؟ دافع عن حالي، بدافع عن حالي، دافع عن النساء، بدافع عن النساء، شو بدك؟ أوكي، قلي شو؟ اليوم نتكلم على الخيانة الزوجية. الخيانة الزوجية. بدي بيتكلم على الخيانة الزوجية، موضوع حساس ومهم، طلبوه لي كتير كتير من الشباب اللي خدعوهم أصحاباتهم. صاحباتهم مش زوجاتهم، في فرق. زوجاتهم وصاحباتهم. لا، صاحباتهم يخدعوهم عادي، بس زوجاتهم مش كتير. لكن قبل ما يكونوا زوجاتهم كانوا صاحباتهم وحاضرين على الزواج ودايرين موعد للزواج وخدعوهم. بيستاهلوا، ليش ما تجوزوهم قبل؟ شو رأيك في الموضوع؟ بيستاهلوا، ليش ما تجوزوهم قبل؟ ليش ما يتزوجوا من قبل؟ ما هو اللي بده ينتظر البنت 7 7 7 7 8 9 سنين، خرجه خليه تخونه، لو كان بصفي يتجوزها من أول سنة. خدعته من أول سنة. شو يعني خدعته؟ خدعته لأنه ما شو عنده، يعني؟ يعني حبته، قالت له بحبك 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 بحبك، لما اجى واحد خطبه راحت اتجوزته، هي يعني خدعته؟ ايه، أكيد هو ما خرج زواج مش يحكي مع بنات الناس، هو بيعرف حاله، ما خرجوا زواج، انت ينطم وين تعرفي ويسكت. يحكي مع بلاد الناس؟ انت وين تعرفي شكون هو؟ يا عيني، الزواج للمقتدر، حتى الرسول قال الزواج مو لعبة مو تسلاية، بده يتجوز ليكون مقتدر، يفتح بيت، يصرف على البيت، يجيب أطفال، يودي، يصرف. اللي ما خرجه يفتح بيت يقعد ينطم ببيت أهله، ليش يبلي بنات الناس؟ انت ما تفهمي علي. يعني هلأ سؤال، بيجي واحد، يعني في إنسان عاقلي، أوجي بيجي كبسولة إنسان شوية يا خادم، كبسولة. بيجي أكيد إنسان هيك أكيد. لطيف حباب، كملي كملي هدرتك. خاوتي كبسولة، الله يعزكم، الله يحفظكم، كبسولة شوية. كبسولة والبارتاج. ميرسي لو اف. كبسولة والبارتاج. أكيد أكيد أنا معك في هذه طبعاً. أكيد أنا معك. خاوتي كبسولة، الله يعزكم، كبسولة، أعطونا خدمة تكبيس. أعطونا خدمة تكبيس، الله يعزكم. إيه. صح. أوكي، ليش من قصة؟ كان في شخص ايه؟ ما هذا الشخص؟ تمام؟ خوتي كبسونا، الله يعزكم، كبسونا. تمام؟ يلا خوتي قاعد لي زوم، يلا يلا لي زوم. كل ما كنا اعطونا كل ما صحيح. يلا 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 خوتي يلا. يلا يلا، الله يحفظكم، الله يستركم، الله يحفظكم. والله كانت قصة شيقة، كانت قصة جد ما شيقة. خليتني أكمل. كملي كملي، أنا مازالت شيقة، شوقتيني، زيدي يلا. بدك تحكي ولا بدك تسكر؟ كملي القصة. عم بحكي سيريوس ناو، أنا رح أنزل، ما حد أطلع مرة تانية. يلا باي. لا كملي القصة، أنا بدنا نسمع فيه. كملي خاوتي، الله يحفظكم، الله يستركم خاوتي. ديروا لنا خدمة، ديروا لنا فزعة بارتاج، الله يعزكم. لؤاف الله يعزك يا لؤاف، الله يعزك على البارتاج، الله يعزك يا العزيز يا الغالي. هاني ضفتك يا خويا، كملتني. بارتاجونا اللايف سيفو بلي. ايه وبعدين شو اللي صار؟ يلا كمل القصة، بعدين شو اللي صار؟ راسي مودي زاد، الله يعزك.
ترى سيمو انا ليش بسبب حبية، قاعد ليش بسبب النسوان حبية. بتخون الرجال؟ انه ما بيسمعوها. انا بسمعك، انا بسمعك. يلا يلا يلا، هلا يلا سيمو دي زاد العزة، دير هاك وهاك. كملت لي خاوتي، ديرونا نشوف اذا تاع بارطاج. راك اللايف ما راهش يطلع، انا عندي سينيال من نهار اللي كيما داروا لي ذاك السينيال من ثم، والله ما زاد صاب روحو اللايف. فقلت لك اودي وما قالوا لها. كملي، الظهر ال55 شوقتيني ساعة بالقصة، كملي. ما راح أكمل وما اوكي عم ما تطلع فيش، معي مرة تانية. علاش؟ انا هيك بحبك، أنا ما بحبك. انت ما تحبيني، لا انت كمان خداعة مثلهم، انت أنا كمان خداعة مثلهم. أي انت كمان عملتي خيانة زوجية. أي تمام غيره. فانتون النساء كلكن كيف كيف، تمام غيره. خديرو افتح خوتي، خديرو افتح. اوكي ما في مشكلة، على راحتك. لا تبعت لي مرة تانية. أوكي وعندما اشتاق لك ابعث لك، اريد ان اشوف لا عيني. تشتاق لي ولا أشتاق لك. اشتاق اشتاق لحالك لعيونك، الله اشتاق يخليك. لعيونك. لا تشتاق لي ولا أشتاق لك. ما بدي تحكي معي أبدا وراح أسحب الإضافة. ما عم بتابعك أنا لأنه أنت ما بتحترم آداب الحديث. لا لا حبيبتي، لا لا لا، والله مهلا حبيبتي، لا ماني أنا أول شيء ماني جيرانين. انا ما حبيبتك. مثلك مت، انا ما مثلك مت، انا ما مثلك مت. هذا اسمه قلة أدب ما تعمل لي ميوت. أنا عم بحكي وأنت بتحكي والله بني عيب. ما ادم. يصير هاو تقولوا شو خديرو يفتح، قولوا ما يصير ما يصير هذا الحكي عيب. لما تطلع مع شخص تحترم هذا الشخص أو ما تطلع معه. بدك تحكي مع متابعينك خليك مع متابعينك ما تطلع مع الناس. اكملي القصة، خليني نسمع القصة جيدة. بدك تقول لهم كبسوا وشيروا وأنا عم بحكي. انا البث عندي معرض لحظر. يا عمري من احنا كلها معرضين للحظر. ليه كون عندي 43 وما رحت سكتك؟ لا انا عندي سينيال، والله عندي سينيال. انفتح خدينه. اذهب اذهب اغرب عن وجهي. الى اللقاء. انا اغرب عن وجهك، نعم اغرب عن وجهي ولا تظهر معي مرة اخرى. انا كثير مزعوجة منك. انت الى شريرة، اللقاء. انت انا شريرة. شريرة كثيرا. لا عبد احب العزيز الشريرين الله مثلك. يحفظك، عبد العزيز الى اللقاء.